اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وبرنامج الاهلي خط احمر في يوم خاص جدا يوم القمه المصريه. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك يا احمد واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر. افتقدت رفقتك كتير وافتقدناهم كتير جدا وان شاء الله يكون وشنا حلو عليك كتير وان شاء الله النهارده يبقى يوم سعيد ويختم بفوز النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا اول بدايه للدوري العام القمه 120 كانت اول مباراه بتاريخ 10 ديسمبر 1948 انتهت بالتعادل 2-2، لكن كانت أول مباراة رسمية كان في كأس السلطان حسين في 17/3/1924 وانتهت أيضا بالتعادل 1-1. لكن أنا هنا عايز أقف عند مباراة مهمة جدا، مباراة 14/5/1937 في دور الثمانية كأس مصر والفوز بخماسية نظيفة. المباراة دي شهدت تألق النجم عبد الكريم صقر بهاتريك، وده أصغر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ القمة. عبد الكريم صقر ملاعب مع النادي الاهلي 4 مواسم، سجل في مباراه القمه 10 اهداف. لكن سنه 39 عبد الكريم صقر بيقرر ان هو يوقع للترسانه، تحصل مشكله كبيره، يتوقف عبد الكريم صقر وبعد كده يقرر ينتقل مع عمه ممدوح صقر لنادي المختلط اللي هو نادي الزمالك حاليا. صفقه كبيره جدا هزت الوسط الرياضي وقتها، لكنها ابدا ما هزتش النادي الاهلي. كمل النادي الاهلي ووصلنا دلوقتي ان النادي الاهلي هو النادي الاعلى تتويجا في العالم في البطولات، وبينه وبين المنافس المحلي ليه تقريبا ضعف عدد البطولات. ده معناه ايه؟ معناه النادي الاهلي لا تاريخيا وقف على لاعب، ولا النهارده هيقف على لاعب، ولا بكره هيقف على لاعب. قطار النادي الاهلي دايما مكمل في سكته نحو المبادئ ونحو تحقيق البطولات. في محطات هتقابلنا هينزل منها اللي مش شبه النادي الاهلي، وهيركب منها اللي مؤمن بفكره النادي الاهلي، ويا بخت اللي هيكمل مع النادي الاهلي للنهايه. اهلا بك يا فارس مره ثانيه. اهلا بيك يا احمد، وزي ما احنا بنقول دايما من يخرج من الاهلي من الباب الصغير لا يمكن ان يرجع الى الاهلي من الباب الكبير. ودايما يا احمد وقفنا عند حسين حجازي قبل كده، وقفنا عند لاعبين كتير مؤثرين في تاريخ الكره المصريه، ولكن يرحل من يرحل ويبقى من يبقى، ويظل النادي الاهلي بتاريخه ومبادئه ما بيقفش على حد ومش هيقف على حد. ويا بخت يا احمد اللي الاهلي سند ليه وجمهور الاهلي سند ليه. عايزين بقى نتكلم جمهور النادي الاهلي فعلا يا فارس، محبه الناس ومحبه جماهير النادي الاهلي هي جزء كبير جدا رصيدك من رزقك في الحياه، رصيدك. انا من وجهه نظري اغبى قرار ممكن يتاخد لاي انسان ان هو يزود رصيده من الماده على حساب رصيده من محبه الناس، لان محبه الناس هي الاكيد اللي باقيه. نروح بقى لمباريات القمه والقمه 120، وكانت اخر مباراه يا فارس معانا طبعا باص نادي الزمالك لم يصل للمباراه. بالظبط. احنا يا احمد قبل ما ندخل في الفقره الاولى عايزين نكلم الناس في فكره الحلقه النهارده. القمه خط احمر، لان احنا في عين برنامج خط احمر شايفين ان القمه هي تاريخيا بتقول للنادي الاهلي، ما يحدث خلاف ذلك هو استثناء، ولكن القاعده ان القمه اهلاويه. موسم زي ما انت قلت الدوري بيبدا 48-49 لحد سنه 59، 9 مواسم اتلعبوا يا احمد، الاهلي بطل الـ9 مواسم. احنا بنتكلم عن فارق تاريخي لا يمكن تعويضه، كل امالك فقط بتكمن محاوله اللحاق بمجد الاهلي، وابدا لن يلحق احد بمجد النادي الاهلي، ولكن ممكن حد يتفوق على النادي الاهلي في رقم قد يكون هو السلبي الوحيد اللي معانا النهارده اللي فيه تفوق للزمالك، هو رقم سلبي. اولا احنا عايزين بس نقول ان القمه دي تاريخيا اتنقلت من نادي لنادي، يعني كانت الاهلي والسكه الحديد في البدايه دي كانت مباراه القمه، ثم الاهلي والترسانه اصبحت مباراه القمه، ولكن لاستمراريه نادي الزمالك فاصبح الاهلي والزمالك هما قطبي او طرفي لقاء القمه. دايما النادي الاهلي ثابت، ودايما المنافس اللي بيقدر يكمل مع النادي الاهلي بيكمل، وزي ما قلنا الفارق كبير. لكن الرقم اللي بيقول عليه فارس، الرقم الوحيد اللي تفوق فيه نادي الزمالك على النادي الاهلي هو بالظبط اللي تمثل في القمه الاخيره، انسحاب نادي الزمالك او اعتذار نادي الزمالك، سواء بقى كان في شغب او في عدم وصول للمباراه او في انسحاب من المباراه او كمان اعتراض على تحكيم قبل وبعد المباراه. فارس عندنا طبعا هنا انسحاب النادي، لكن عشان بس نكون منطقيين هنبدا بانسحاب الاهلي قدام الزمالك، هنبدا بانسحابات الاهلي ده لو سميناها انسحاب هي الاقل، وهنصحح بعض المفاهيم واحنا بنتناول يا احمد.
هنروح لاول انسحاب للنادي الاهلي معانا هتبدا. هو طبعا الصحافه امبارح اتكلمت عن عدد الانسحابات، لكن الحقيقه النادي الاهلي لم ينسحب في مباراه قمه ابدا اثناء المباراه. كل اللي حصل كان بيبقى قبل المباراه يا وجود شغب. طبعا اول مباراه كانت في دوري القاهره موسم 40-41. الحقيقه المباراه دي كان نادي الزمالك عنده 15 نقطه والنادي الاهلي عنده 13 نقطه، لكن النادي الاهلي كان محتاج يفوز بثمان اهداف على نادي الزمالك، والحقيقه وقتها النادي الاهلي كان بيفوز يعني بخماسيات فقط لا غير، فرقم 8 كان كبير. فقرر النادي الاهلي ان البطوله محسومه لنادي الزمالك، فاعتذر عن لعب المباراه وتحولت المباراه دي يا فارس او نادي السكه الحديد دخل طرف مع نادي الزمالك، وطبعا اتحسب للزمالك نقطتين وحصل البطوله. وكان نادي البوليس في المركز الثالث، وكان اصلا الاهلي في كل الاحوال لن يتاثر، كان ضامن المباراه. وكان وقتها لازم نشوف الخلفيه الذهنيه للحدث مختلفه عن فكره او مفهوم الانسحاب حاليا، ونروح لتاني انسحاب لو سمي بانسحاب لان احنا لازم نقف عنده. موسم 65-66 المباراه الشهيره اللي حصل فيها شغب ونزل الجمهور لأرض الملعب، الحكم صبحي نصير كان بيحكم المباراة وهو معروف بزملكاويته، منشتات الصحافة موجودة والتاريخ موجود يا أحمد. هو أخو لاعب الزمالك أصلا، أخو لاعب الزمالك، وكمان وقتها استفسر الكاتب الكبير نجيب المستكاوي عن أسباب تعيينه، وكان شايف أن تعيينه غير منطقي بالمرة، خصوصا أنه كان بطل مأساة في الكرة المصرية الموسم اللي قبلها، وهدف شهير للمحلة أمام الزمالك، الكرة بتتجاوز المرمى ولا يحتسبها. فإحنا كالعادة الحكم كان فيه مخاوف. بدأت المباراة في لمسة يد على كابتن أحمد مصطفى مدافع الزمالك ما بتتحسبش مع إنها واضحة وصريحة. الهدف الثاني بيجي من شبه التسلل، بتحصل مشكلة، الجمهور بيحصل شغب. هنا المهم موقف النادي الأهلي، كابتن رفعت الفناجيلي بياخد الكرة بيروح لكابتن علي زيور مدير الكرة. كابتن علي زيور بيروح ويتوجه بالكرة وبيحطها عند دايرة السنتر عشان المباراة تستأنف. الجمهور بينزل، هنا مش قرار من اللاعبين داخل الملعب، الجمهور بينزل وبيحصل شغب، المباراة بتلغى والأحداث بتتوالى وقتها تباعا. سمي بانسحاب، وإن كان في تصحيح لمفهوم الانسحاب لأن النادي الأهلي لم يخرج من المباراة ولكن أرغم على ذلك، ولكن هنمشي بالمنطق ده. نفس المنطق ده حصل سنة 71-72، الدوري متوقف لفترة طويلة بسبب الحرب، ثم عودة الدوري، ثم في الأسبوع السابع بين الأهلي والزمالك بتحصل مشكلة، وطبعا كان بطلها طبعا الحكم الديبة. طبعا الكابتن مروان كنفاني حكى الواقع ان الكابتن صالح سليم قال له خد بالك الحكم مترصد ليك النهاردة، لان كان في تصريح للكابتن مروان كنفاني ان هو كان بيفضل ان لقاءات القمة تكون تحكيم أجنبي، فده ضايق الكابتن الديبة طبعا ان هو كحكم مصري، فبقى في ترصد بمواقف مروان كنفاني. كرة مع مهاجم ابراهيم الدسوقي، الكابتن مروان كنفاني بيطلع عادي جدا، كرة جاية من حارس المرمى بيطلع الكابتن مروان كنفاني يمسك الكرة، وطبعا له مساحة بيحمي نفسه بركبته، طبعا اصطدم بابراهيم الدسوقي. يمكن وقتها الكابتن حماد امام قال ابراهيم الدسوقي اقع اقع، وبالفعل الحكم احتسب ركلة الجزاء على النادي الاهلي بالطبع، مشكوك في صحتها. اعترض بعض اللاعبين طبعا على رسوم الكابتن مروان كنفاني، ولكن امتثل النادي الاهلي للقرار واتلعبت ركلة الجزاء اللي سددها الكابتن فاروق جعفر، ولكن الشغب او دخل الملعب اقتحم الملعب بعض جماهير النادي الاهلي فتم الغاء المباراه. بالظبط، تم الغاء المباراه وتم الغاء الموسم بالكامل، لان في نفس اليوم تقريبا في مباراه بين المحله والاولمبي في ملعب المحله برضه حصل نفس الشغب ده، فبالتالي ما كانش فيه وقتها سيطره بشكل كافي على جماهير الكره المصريه، وكان التوجه بشكل عام داخل الدوله هو توجه للهدوء استعدادا لمعركه اكتوبر، فبالتالي تم الغاء الدوري بالكامل. يمكن المباراه دي حصل فيها 36 اصابه منهم 14 من طرف الشرطه، لكن الحقيقه ما كانش ده بس الامر، لان في سنه 1964 في الدورة الرباعية بين الزمالك والقناة حصل نفس الشغب وتم إصابة 28، ففترة التسعينات تحديدا كان فيها شغب كتير في الملاعب واقتحام، فما ينفعش نسمي ده انسحابات بقدر ما هي شغب أرغم على عدم انتهاء المباراة. ويمكن المباراة دي كمان ما تحددش فيها نتيجة لأن الدوري بشكل عام اتلغى يا فارس، لكن عندنا انسحابات مختلفة. عندنا الانسحاب الرابع من خمس انسحابات في رحلتنا في تاريخ تفوق الزمالك في الانسحابات، كان 2001. المباراة دي كان أول سوبر بيقام، وكان السوبر بطولة شرفية، السوبر المصري. هنا خلفية الانسحاب كان ايه؟ هو الاهلي اعتذر عن المباراة، كنا راجعين يا اسامة، لعبنا اسك من موزة في دوري ابطال افريقيا، لعبنا في كوت ديفوار وخسرنا،
وكان بدأ النادي الأهلي يركز في البطولة والموقف مهتم بالمباريات اللي جاية، وبتلاقي مباراة السوبر بعد أيام قليلة. النادي الأهلي فكر التركيز في بطولة إفريقيا، وحسنا فعل، لأن احنا انتصرنا على أسك مهموزة في المباراة اللي بعدها، وقدرنا ناخد بطولة 2001 دوري أبطال أفريقيا اللي كان أول دوري أبطال للنادي الأهلي في الألفية الحديثة. فكان برضو ليه كواليسه وقرار ليس له علاقة بقوة نادي الزمالك كمنافس. خلينا نروح للاعتذار عن البطولة العربية، ده طبعا بعد فترة اهتزاز للنادي الأهلي، عودة مانويل جوزيه، وكان في قيد لاعبين في شهر يناير، طبعا أبو تريكة وحسن مصطفى، وحصلت أزمة مع الاتحاد العربي في عدم قيد اللاعبين، ومباراة دولية النادي الأهلي هيتحرم من عدد كبير من اللاعبين الدوليين، فقرر النادي الأهلي يعتذر عن استكمال البطولة العربية، فطبعا احتسبوها ان ده اعتذار او انسحاب من مواجهة نادي الزمالك، لكن كان في أطراف أخرى غير نادي الزمالك، وده طبعا زي ما قلنا اعتذار. فلو لقيت الخمس حالات اللي بنتكلم فيهم عن النادي الاهلي هي ما بين شغب وما بين اعتذار، ما فيش اي انسحاب زي ما هنشوف مع نادي الزمالك. احنا بقى ليه خدنا الفكره حتى اللي تؤول ان هو قد يكون احنا بنقول جمهور نزل فالفريق ملهوش علاقه، عشان نبني لو احنا هنتكلم بالمبدا ده او المعياريه الثابته، نيجي لنادي الزمالك بنفس المنطق هنلاقي عنده 8 انسحابات بنفس المبدا. نبدأ بالكاس، كاس مصر موسم 28-29، المباراة لم تستكمل، شغب جماهيري، كانت مباراة ربع النهائي، وده أول انسحاب للزمالك بنفس معيار نزول الجماهير إلى الملعب، عشان نكون صادقين مع الناس يا أسامة. دي أول مباراة رسمية في التاريخ بيتم عدم اكتمالها بين الأهلي والزمالك. بالظبط. في بعد كده أسامة دوري القاهرة، كان عندنا طبعا دوري القاهرة 47-48، ودي بالظبط حالة مشابهة من 41، النادي الأهلي برضو متصدر، ونتيجة المباراة تحصيل حاصل، النادي الأهلي هيحقق اللقب والزمالك مش هيتغير مركزه. فقرر الزمالك، كان عايز يغير موعد المباراة، طبعا اتحاد الكرة رفض، فقرر الزمالك عدم المشاركة، وبرضو النادي الأهلي جاله فريق آخر يلعبه وهو فريق الترسانة، فده تشابه تقريبا بين 41 و48. كاس مصر 81-82، طبعا عارفين أجذوبة هدف حسن شحاتة الشهير، اللي الهدف اتكلمنا فيه الغائه ما كانش صحيح، ولكن فندنا الموسم ده معاكم قبل كده. نروح بقى لتبعات الموسم، الزمالك قرر الانسحاب من كل البطولات الخاصة بالاتحاد المصري، وكان مفترض يلاقي النادي الأهلي في نصف نهائي الكاس لنفس الموسم، ما شاركش، وبالتالي اعتبر انسحاب لنادي الزمالك، وده كان ثالث انسحاب. بس هنا في نقطة مهمة جدا يعني غفلها اتحاد كرة القدم، المفروض في طرف مباراة في بطولة الكاس انسحب، النادي الأهلي يصعد للنهائي، وكان وقتها يتلعب مباراة المقاولين والأولمبي في الطرفي نصف النهائي الآخرين، ويصعد منهم فريق واجه النادي الأهلي، لكن تقريبا كانت الفكرة ماشية بشكل مختلف شوية لوجود الكابتن محمد عبد اللطيف بشكل قوي جدا في اتحاد الكرة وقتها. لكن نروح للانسحاب الحقيقي بقى من الملعب، واحنا في النهاية هنوضح لكم ازاي نادي الزمالك بينسحب، او ليه نادي الزمالك بيقرر في بعض المباريات ينسحب. طبعا هدف حسام حسن الشهير في مباراة منتهية، طبعا كابتن نبيل محمود مغطي التسلل ب4 متر، وهو بنفسه اعترف ان الفكره كانت كرسي في الكلوب، وسابوا المباراه، وقدر النادي الاهلي يحقق الدوري، وقعد غرامه على نادي الزمالك. لكن الحقيقه اللائحه كانت بتقول ان نادي الزمالك يهبط للدرجه الرابعه، لكن وقتها الوزير عبد المنعم عمارة قرر حل اتحاد الكره عشان يحل كمان مجلس اداره نادي الزمالك لتفادي هبوط نادي الزمالك للدرجه الرابعه. موسم 98-99 الزمالك لا يكتفي ابدا من الانسحابات، وبيكرر الفرق بين الاهلي والزمالك 14 نقطه، بينسحب خلال المباراه على خلفيه القرار بطرد ايمن عبد العزيز، الطرد الشهير، ولكن كان الزمالك قبلها محقق تعادل مع الاتحاد وخسران من مزارع دينا، ولا ناقه ولا جمل له في الدوري، فكان مقرر الانسحاب. وهنروح بعد كده لفيديو بيبين لنا كواليس هذا الانسحاب، نشوف أول فيديو معانا كابتن محمد صبري كان بيقول إيه. المفروض ان هي تحدد مصير دوري، مصير المفروض موسم كامل، فجيبوا حكام على مستوى عالي، يعني انت بتدفع فلوس وبتجيب الحكام دي، فجيبوا حكام على مستوى عالي، طالما بتدفع كده كده فلوس، الحكم ده ما نعرفوش، ما نعرفوش اي تاريخ، لا حكم زي حاجه من فرنسا، اللي هو حكم ماشي الزمالك والاسماعيلي، ده حكم 10 على 10، طب ما تجيبوه، ما حكم ماشي ثاني، المباراه زي كبيره زي دي، انتوا جايبين حاجه من ثاني مش معروف، ومالوش اي خبره في مجال التحكيم يعني. محمد صبري بينادي على اللاعبين اللي حيوصلوا لك، ايه دي كوره مصريه دلوقتي؟ حد كوره جايب حاجه بقلاوي؟ في حاجه بقلاوي عشان ياخدوا البطوله؟ بطوله هتسال قوي، انا مش هفهمش.
حلو الإفيه، حلو جدا كمان، كابتن محمد صبري في كاس مصر 97 الاسماعيلي بيفوز على الاهلي، فبيطالب بحكم المباراه ان ليه ما بتجيبوش حكام بالعظمه دي يحكموا مباراه القمه. لما جاء مارك باتا هو نفس الحكم يحكم مباراه القمه انسحبوا، وكابتن محمد صبري كان خد ايقاف شهير جدا، فبالتالي هي دي العقليه. لا مش انسحبوا بس، الكابتن محمد صبري قال لك جايبين لنا حكم اهلاوي من فرنسا. طبعا ده موقف، لكن الحقيقه بقى الكابتن فاروق جعفر حسم الامر ده في قضيه الانسحابات تاريخيا، وازاي لما نادي الزمالك بيطرد منه لاعب بيكون مش لازم يكمل المباراه. نسمع الكابتن فاروق جعفر وتصريح للتاريخ يوضح ازاي نادي الزمالك بيقرر الانسحاب. اشتغلت في الفرقه وحصل الانسحاب. الفتره دي ما انا طلبت ان انا اخد قرار، يعني المجلس يعني انا بقيت واقف ظلم، ما انا هتغلب بس انا بقى حسبتها كده ذهنيا. ما انا سنه مثلا 78 كنت بلعب واطرد ممدوح مصباح اتغلبنا، كنا كسبانين 2 اتغلبنا 4-2. المباراه الثانيه نبيل محمود اطرد في النادي الاهلي كسبنا 3 تفتكر يعني انا برضه رجعنا بعد كده كسبنا 2-0. وانا بقول لك بقى الواحد بيرجع تاريخي، ما الناس كلها الاهلي كسب الزمالك 4 في نهائي كاس مصر، لا احنا ما كناش فول تيم، احنا كنا كسبانين واطرد لعيب اثر على الاداء. يعني انت لو ما كانش ممدوح مصباح اطرد وكان سردباك اعتقد كان بيلعب سردباك كان وعمل فاول مع كابتن مصطفى عمركم ما تتغلبوا طبعا. والمباراه الثانيه نبيل محمود عمل فاول مع حسام تقريبا حسن وراح مطروح. ورجعنا لحضراتكم تاني من جديد في لقاء خاص جدا في يوم خاص جدا، وطبعا كنا بنتكلم قبل الفاصل والكابتن فاروق جعفر حسم الامر تماما ان انسحابات نادي الزمالك بتكون خوفا من الهزائم الثقيله. لكن الحقيقه حابين بس نوضح اننا حطينا ادعاءاتهم فيما يسمى انسحابات النادي الاهلي، لكن مفيش اي مباراه انسحب منها النادي الاهلي عباره عن مباريات شغب او اعتذار لاسباب لا تخص ابدا طرف اللقاء وهو نادي الزمالك، ولكن احنا بنعرض رايهم وبنرد عليه براينا بوجهه نظرنا ومنطقنا جدا، فكنا حابين نوضح النقطه دي. لكن الكابتن فاروق جعفر بيقول ان النتائج الثقيله بتيجي من ان الزمالك يكون مطرود من واحد. الحقيقه كابتن فاروق معانا نتائج ثقيله جدا في تاريخ لقاءات القمه، ثلاثيات وخماسيات ورباعيات ما كانش فيها فكره خالص الطرد ولكن للتفوق الفني للنادي الاهلي. ممكن نعرضها فارس معانا نستعرض النتائج الثقيله جدا اللي اعتقد تاريخيا صعب تلاقي ديربي بين اي فريقين فيه. ده بنقول النادي الاهلي فاز بسداسيه مرتين على نادي الزمالك وفاز بخماسيه 3 مرات في تقريبا سنه يا احمد بالظبط، و11 رباعيه للنادي الاهلي على نادي الزمالك في المقابل رباعيه وحيده فاز بيها في مباراه رسميه نادي الزمالك على مدار تاريخه، و11 رباعيه للنادي الاهلي. اعتقد صعب جدا انك تجيب اي ديربي في العالم رباعيات الزمالك وخماسيات وسداسيات، صعب جدا انك تقف عند تاريخ فريقين بيكون بينهم الجبل. الاهم بقى عشان ناكد بس على الكابتن فاروق جعفر ان المباريات دي ال11 رباعيه والثلاث خمسات والثلاثيتين كان فيهم بس مباراتين فقط الزمالك مطرود منه لاعب. المباراه الاولى كانت نهائي كاس مصر 1931 وكان الطرد لرمزي برسوم، والمباراه الثانيه طبعا اللي هي طرد ممدوح مصباح في الدقيقه في مباراه 1978 ايضا نهائي كاس مصر. يعني يا كابتن فاروق الهزائم الثقيله بعيده خالص عن فكره الطرد. معانا دلوقتي بقى من ملعب المباراه زميلنا المراسل شريف شعبان، نروح نستقبله. تحياتي ليك احمد، تحياتي ليك محمد، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب باذن الله القمه 120 تكون من نصيب النادي الاهلي، يا رب باذن الله يكون الثلاث نقاط جداد يضافوا الى رصيد النادي الاهلي عشان يقترب خطوه كبيره جدا من حسم اللقب المفضل للنادي الاهلي من داخل استاد القاهره الصرح العظيم. طبعا يمكن كان ليا لقاء سريع مع اللواء علي درويش والاستاذ وليد عبد الوهاب عن اجراءات دخول الاستاد، وبالفعل كان دخول الاستاد ولا اروع ولا اجمل لكل الاعلاميين. يمكن دخولي للاستاد كان بسهوله ويسري كبير جدا، الاجراءات الاحترازيه حدث ولا حرج، الاجراءات الاحترازيه من جانب النادي الاهلي الاستعان باحد العاملين لتقييم تعقيم طبعا غرف الملابس ودكه البدلاء والممر، واستاد القاهره ايضا استعان ايضا برضو ببعض العاملين لتقييم برضو نفس الاجراءات الاحترازيه قويه جدا من جانب الفريقين ومن جانب طبعا مسؤولي استاد القاهره. باذن الله يا رب يكون اليوم من نصيب النادي الاهلي. لو حبيت اقول لك تشكيل متوقع
متوقع للنادي الاهلي وليس رسمي. تشكيل متوقع هيكون الشناوي في حراسه المرمى، اثنين سردباكات ياسر ابراهيم وايمن اشرف، على اليمين محمد هاني وعلى الشمال علي معلول، ثلاثه في وسط الملعب ديانج والسوليه وحمدي فتحي، واثنين قدامهم اجاييه وقفشه، وفي الهجوم بادج. يمكن اخيرا البعض اتكلم عن ان اتحاد الكره المصري النهارده مؤمن زكريا هيكون ليه ممر شرفي بين فرقي الاهلي والزمالك، وهيكون هو صاحب ضربه البدايه. تواصلت مع احد المصادر او احد المسؤولين في اتحاد الكره المصري وقال لي احنا كنا بادرنا بهذه المبادره طبعا في السوبر مباراه الاهلي والزمالك، ولكن الحاله الصحية لا تسمح أن مؤمن ينزل يعمل ممر شرفي الآن ويعمل ضربة البداية، ولكن هيكون بإذن الله بنحاول يكون متواجد في مقصورة استاد القاهرة. يبقى كل الناس اللي بتقول مؤمن هيكون متواجد في ممر أو هو اللي هيسنتر السنترة النهاردة كلام عاري تماما من الصحة، وذلك طبعا حرصا على المظهر وشكل مؤمن زكريا. نتمنى له يا رب السلامة ويرجع للملاعب يكسر الدنيا من جديد زي ما عودنا. دي كانت أجواءنا داخل استاد القاهرة، عودة لكم من جديد. اتفضل. شكرا زميلنا شريف، وطبعا كل السلامه لكابتن مؤمن زكريا، بنتمنى له الشفاء العاجل. طبعا كابتن مؤمن زكريا كان له تاثير كبير جدا في مباراه القمه، تاثير ايجابي لصالح النادي الاهلي. الف سلامه عليك كابتن مؤمن، وكل جماهير النادي الاهلي طبعا بتدعي لك بالشفاء العاجل ان شاء الله. ربنا يشفيه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي لا يتاخر ابدا على مؤمن زكريا، وبيتحرك بشكل جيد تجاه دعم مؤمن نفسيا ومعنويا وماديا بكل الطرق الممكنه. ونرجع بقى يا احمد لتفوق الاهلي التاريخي والقمه خط احمر. لو استرجعنا تاريخ القمه على مر بدايتها الى الان، وهنقف عند كل 10 سنين نشوف الوضع كان ايه ومستوى التكافؤ والتنافس قد ايه، عشان نعرف هل القمه يزاحم احد النادي الاهلي عليها ولا هي حق اصيل للنادي الاهلي. نبدا يا احمد. والله يا والحقيقه فارس هي واضحه جدا الامور، لو انت سالت سؤال كده هتعرف ان القمه دايما للنادي الاهلي، هي باستثناء 10 سنين فقط لا غير. يعني احنا من 1920 ل 1929 فاز النادي الاهلي 6 مرات وتعادل الزمالك، والزمالك فاز 3 مرات والتعادل مرتين فقط لا غير، تفوق طبعا للنادي الاهلي. وفي 1930 ل 39 الاهلي فاز 15 مره، الزمالك فاز 9 وتعادل 9، تفوق كاسح ايضا للنادي الاهلي. من 1940 ل 1949 الاهلي بيفوز 9 مرات مقابل 7 مرات للزمالك، وتعادل الفريقين 4 مرات. وفي 1950 حتى 1959 فتره سيطره النادي الاهلي على بطوله الدوري، وكان وقتها بدايه المنافسه على اللقب كانت بين النادي الاهلي والترسانه، فاز الاهلي على الزمالك 10 مرات، الزمالك فاز 3 مرات فقط لا غير وتعادل 14 مره. لكن من 1960 ل 1969 دي المرة الوحيدة اللي تفوق فيها نادي الزمالك على النادي الأهلي، الزمالك حقق الفوز 5 مواجهات، الأهلي 3 و4 تعادلات. وطبعا الثلاثة فوز للنادي الأهلي كانت من 1960 1962، وعارفين طبعا إن في 5 سنوات كان في مشكلة كبيرة جدا لفريق النادي الأهلي، طبعا كان النتائج مش على ما يرام، تعيين رئيس نادي، شير رئيس نادي، حاجات من هذا القبيل. فهذه الفترة اللي قدر يتفوق فيها نادي الزمالك، اللي طبعا كان وقتها رئيس نادي الزمالك حسن عامر اخو طبعا رئيس اتحاد كره القدم عبد الحكيم عامر، فكانت الامور صعبه جدا على النادي الاهلي، لكن وده اكيد امر استثنائي. لكن بقيه المواسم يا فارس والله اعتقد يا احمد انا زعلان من الاهلي، تحت اي ظروف ما ينفعش يبقى في تفوق في العشر سنين دول. ده حقيقي، بس هم مش عشر احنا طماعين. هنرجع بعد كده من سنه 70 ل 79، 5 فوز للاهلي 1 فوز للزمالك و6 تعادل. من 80 ل 89 7 فوز للاهلي 5 فوز للزمالك 10 تعادل. من 90 ل 99 10 فوز للاهلي 7 للزمالك و6 تعادل. وبدايه الالفيه 14 فوز للاهلي 6 فوز للزمالك 8 تعادل. ومن 2010 2019 12 فوز للاهلي 3 فوز للزمالك و10 تعادل. والمباراه اللي اتلعبت في 2020 كانت برضو فوز للنادي الاهلي، تفوق كاسح. وانا ازعم ان مفيش ديربي ممكن تشوف فيه اللي بيعمله النادي الاهلي ده ابدا. لسه كنا بنتكلم يا فارس عن مؤمن زكريا، وان النادي الاهلي بيحاول بقدر الامكان ياخد موافقه وزاره الشباب والرياضه على ان عقد مؤمن زكريا يكون ليه كامل، برغم ان هو مش بيشارك للظروف الصحيه، طبعا نتمنى له الشفاء. لكن مؤمن زكريا دايما هو الغايب الحاضر في لقاءات القمه، ناس كتيرة جدا في أندية كتيرة جدا ملهاش أي بصمة في لقاءات القمة وتصنف تحت بند الأساطير، لكن عندنا مؤمن زكريا في 10 مواجهات قمة بين الأهلي والزمالك قدر النادي الأهلي يفوز في وجود مؤمن زكريا 6 مواجهات، وتعادل الفريقين مواجهتين وهزيمتين
من نادي الزمالك، لكن الكابتن مؤمن زكريا كان بمعدل كل مباراتين بيسجل هدف، 5 أهداف في 10 مواجهات. زي ما قلت لحضراتكم أساطير موجودة في أندية أخرى تقريبا تسجيلها للأهداف يعني ممكن هدف أو هدفين بالكثير. طبعا يا أحمد أنا بستغرب لما حد يجي يعلق عن أبرز الغيابات في فريق منافس ويجيب لاعب كل تاريخه وهدف في النادي الأهلي ويقول غياب الأسطورة الزملكاوية كذا. حاولنا نعمل إحصائية لأن الإحصائية هتبقى فاضية تقريبا ما فيهاش حاجة، فقلنا نذكرها لكم كده وإحنا بنتكلم. نروح لمؤمن زكريا ولقطة بجد، دي المشاركة المجتمعية من دور الفنان لما يحس فعلا بقيمة لاعب محتاج الدعم والمساندة المعنوية. بنشكر الفنان أحمد عز على اللقطة دي لأن هي فعلا لمست قلوب كتير جدا من الأهلوية وغير الأهلوية. نطلع ونشوف الفيديو. مؤمن زكريا ده الدور المجتمعي وده دور الفن. بنشكر عليه طبعا الفنان احمد عز، وطبعا بنتمنى السلامه للكابتن مؤمن زكريا. والحقيقه برغم اننا بنتكلم عن مباريات القمه وجماهير اهلي وزمالك، لكن المنافسه دايما بتبقى عندنا داخل الملعب، لكن خارج الملعب كل الدعم من جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك لكل اللاعبين في النادي الاهلي او في نادي الزمالك. نطلع فاصل ونرجع نستكمل اللقاء الخاص جدا عن القمه 120. ورجعنا لكم في يوم إن شاء الله يكون فيه التفوق زي ما بنستعرض معاكم تاريخيا، يكون برضو من نصيب النادي الأهلي كعهدنا بيه في المواقف اللي زي دي. ومعانا بقى من الملعب مراسلنا فاروق صلاح، ولا صوت يعلو فوق صوت الملعب اللي بيجوب بأي حاجة نبقى نرجع لها بعد كده. فاروق هيدينا أجواء الملعب، التحضيرات، الدنيا ماشية إزاي عشان تبقوا في الحدث زي ما قناة النادي الأهلي معوداكم النهاردة من بداية اليوم. نروح لفاروق. كل التحية ليك يا محمد، كل التحية لأحمد أسامة. مش ينفع يعني أن أرحب بيكم في بيتكم، أهلا من جديد بيكم في قناة النادي الأهلي. وزي ما أنت قلت، لا صوت يعلو فوق صوت الملعب ولا صوت يعلو فوق صوت القمة 120، قمة ما بين الأهلي والزمالك. نقدر نقول التركيز هي عنوان القمة، سواء معسكر الأهلي أو معسكر الزمالك. كنا متواجدين بالقرب من معسكر نادي الزمالك اللي بنقدر نقول متواجد في أحد الفنادق المحيطة والقريبة من استاد القاهرة، اللي هيتحرك لأرض الملعب في تمام الساعة 7:15 قبل اللقاء والتحرك إلى استاد القاهرة. نادي الزمالك فرض حالة من السرية والتركيز على تشكيل وقائمة الفريق، بيستعين كارتيرون بثلاث لاعبين من لاعبي فريق 2001، حسام عبد المجيد وحسام أشرف وأسامة فيصل. يعني قدرنا أن احنا نتوصل للتشكيل المتوقع لنادي الزمالك. هيكون في حراسة المرمى محمود جنش، على اليمين محمد عبد الغني، على الشمال محمد عبد الشافي، اثنين مساكين مع محمود الونش ومحمود علاء، في منتصف الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي، قدامهم يوسف أوباما، على يمينه أحمد سيد زيزو، على شماله أشرف بن شرقي، ورأس حربة هو مصطفى محمد. خليني أكلمك عن التحفة المعمارية اللي احنا موجودين فيها استاد القاهرة، والجاهزية والاستقبال الموجود في استاد القاهرة، زي ما اتكلم زميلي شريف وأشاد بالاستقبال الموجود هنا في استاد القاهرة والحالة اللي عليها أرض الملعب. إن شاء الله الفرصة مهيئة لكلا الفريقين إن احنا نشوف مباراة جميلة جدا ما بين الفريقين، إن شاء الله تكلل بالانتصار والفوز للنادي الأهلي. وبمناسبة الأرقام يا أحمد والإحصائيات يا فارس، إن أنتوا اتكلمتوا عن الإحصائيات والأرقام، عندنا قمتين احنا النهارده بنتكلم في القمه 120. عندنا القمه رقم 20 اللي كانت اقيمت يوم 20 فبراير عام 1959 وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين للكابتن الدزوي رحمه الله عليه والكابتن محمود الجواري ايضا رحمه الله عليه. ثم القمه رقم 100 اللي اقيمت يوم 17 سبتمبر وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدف لي محمد ابو تريكه. ان شاء الله القمه 120 تكون اهلاويه باقدام او راس اي احد اللاعبين من النادي الاهلي، وان شاء الله تكلل بالفوز للنادي الاهلي.
شاء الله يا فاروق، وان شاء الله يستمر وشك الحلو على النادي الاهلي، وباذن الله جماهير النادي الاهلي كلها تسعد بالفوز النهارده ان شاء الله. شكرا يا فاروق، وشكرا ان انت طمنتنا ان فندق نادي الزمالك قريب من الاستاد. التشكيل اللي قاله فاروق ده اللي بيتسرب ولا تشكيل انا هو متوقع الحقيقة. لا انا متوقع ان لازم جنش هيلعب المباراه لاسباب غير فنيه. لكن نروح لتاريخ القمه. طبعا دايما في العاده جماهير نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك بيروج لفكره ان الاخطاء التحكيميه في مباراه القمه دايما بتكون لصالح نادي الزمالك، لكن الحقيقه النهارده نعرض اخطاء تحكيميه يمكن ربما تروها لاول مره على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا اخطاء تحكيميه ضد او لصالح نادي الزمالك او استفاد منها نادي الزمالك، لكن تعالوا نشوف فيديو للكابتن عصام مرعي وهو بيتكلم عن احد الاخطاء التحكيميه اللي استفاد بها النادي الاهلي في مباراه القمه، ونرجع نعقب. هدف بتاع محمد رمضان في حسين السيد، وبعد كده اسماعيل يوسف ضربه الجزاء مع محمد فتحي. يا نهار ابيض، فاكرها يا كابتن؟ دي فجأة يعني، دي ضربه جزاء انا في حياتي ما شفتها. هاتوها لي يا جماعه لو عندكم. ده لا دي لازم تتجاب. انا يا ريت هجيبها لك. دي حاجه مش طبيعيه. ضربه الجزاء دي يعني هو اكيد الكابتن محمد فتحي اكيد اعترف بينه وبين نفسه طبعا. انا ايه اللي انا عملته؟ ايه ده اللي انا كان في خوف ساعتها يا كابتن؟ ها؟ كان في خوف اكيد. لا بكره اهي، بص اهي، بص اللعبه، بص اهي، اهي بص يا جماعه، دي ما اتحسبتش ضربه جزاء. ازاي دي ما اتحسبتش؟ بص دي ما اتحسبتش ازاي؟ بص دي ما اتحسبتش. بص يا نهار ازرق، ده وحبس كمان يعني تصدق دي كانت ممكن محضر. لا في نقطه كمان. بص هو دايما بنقول احنا بعين واحده، فاحنا بنكون هنا العين الثانيه لنجوم نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك. الكره اللي احنا شفناها حضراتكم دي فاول الاول على كابتن جمال عبد الحميد في نص الملعب. قانونا طالما في خطا حصل قبل خطا المفروض تحسب الخطا الاول وهو فاول، ولكن الحكم تغاضى عن الفاول فوصلنا لركله جزاء واضحه لكابتن اسماعيل يوسف في مباراه فوز النادي الاهلي 1-0 في دوري انتهى النادي الاهلي في المركز الرابع، ونتيجه المباراه لم تكن مؤثره على اتجاه البطوله. لكن حابين نوضح ان في زي ما في خطا لاسماعيل يوسف لنا اخطاء ثانيه فارس شبيهه، لكن ما بنتكلمش عنها. في خطا تاريخي ضرب الجزاء لصالح كابتن طاهر ابو زيد موسم 87-88 وانتهت المباراه بالتعادل 1-1. نشوف الخطا ده اللي ربما تشوفوه معانا لاول مره. نفس ضرب الجزاء واضحه وصريحه، الكره عدت وفي تدخل واضح ولم تحتسب ضربه الجزاء، وكان في اعتراضات وخطا تاريخي لم يحتسب لصالح النادي الاهلي. والنتيجه كانت في الوقت ده 1-0 نادي الزمالك، وكمان كابتن طاهر ابو زيد خد انذار على الكره، فدي شبيهه جدا بكابتن اسماعيل يوسف. لكن الحقيقه كابتن عصام مرعي، بما انك اتكلمت عن موسم 92 في خطا تحكيمي ربما يكون يندرج تحت الاخطاء التحكيميه مش الكارثيه، الكوميديه. الكره بتلمس يد الكابتن جمال عبد الحميد، الحكم بيحسب ركله جزاء لنادي الزمالك، ممكن نستعرضها معانا على الشاشه. طبعا ادي الكره نادي الزمالك، ده طبعا في موسم 91-92 اللي برضه فيه الخطا التحكيمي لكابتن اسماعيل يوسف، وده الكابتن عصام مرعي بنفسه بيلعب الكره عرضيه بتيجي في ايد الكابتن جمال عبد الحميد، الحكم بيحتسبها بمنتهى السرعه ضربه جزاء لصالح نادي الزمالك. طبعا ده مش خطا كارثي، ده طبعا خطا كوميدي. طبعا اعتراضات كتير من نادي نادي الترسانه، وطبعا كان هيحصل انسحاب. الكره واضحه جدا في ايد الكابتن جمال عبد الحميد وفي هد اللاعب او مدافع الترسانه. موضوع الايد ده قديم قوي. اه طبعا، يعني محمود علاء مش ظاهره جديده يعني. لا لا لا، كان ولا احمد توفيق في الفتره الاخيره طبعا، لكن الكابتن جمال عبد الحميد وحصل شويه شغب الحقيقه كمان في الوقت ده، لان البعض بيتكلم عن الكابتن علي خليل بشكل كبير جدا. الكابتن جمال عبد الحميد بنفسه هو اللي خد الكره اللي جت في ايديه وراح تصدر ان هو يلعب ركله الجزاء. يعني بنقول اذا كان يعني ياخد دي ضربه جزاء، ما هو عشان كده ربنا ما كرمش وضاعت. هنروح بعد كده لكابتن شريف عبد المنعم وكابتن عادل المأمور، وتدخل واضح من كابتن عادل المأمور على كابتن شريف عبد المنعم في كوره كانت تستوجب الطرد. نشوف الفيديو. وبرده يا احمد لم يتم 84-85 بالكوع في الوش، والكوره ما اتحسبتش، وفي نفس ونفس المباراه بص يعني في المفروض تسلل مش بس ضربه جزاء، يعني المفروض كمان طرد الكابتن. بص بقى ده التسلل اتحسب على كابتن علاء ميهوب. بص الصوره وقفت يعني، مفيش مدافع للزمالك، في بقى مدافع هيغطي بالظبط يعني كده. ده معناه ان خلاص واضحه خالص، هتلاقي في مدافع طلع جاي كده، كان جاي من حارس المرمى. وبرده من الاخطاء التاريخيه التي لم تحتسب، لو عايزين نتكلم في الاخطاء اللي لينا واللي علينا هنلاقي برده النادي الاهلي ليه اخطاء كتير
للامانه بس يعني. المباراه دي كان فيها هدف لكابتن جمال عبد الحميد مع نفس حامل الرايه، لكن زي ما بنقول انت عين واحده انا بجيب لك العين الثانيه تشوف بيها. نطلع فاصل ونرجع تاني نستكمل باقي فقرات الحلقه الخاصه من الاهلي خط احمر. اهلا بحضراتكم من جديد. عندنا طبعا مراسلتنا زميلتنا مريم سميح في ملعب او في ملعب النادي الاهلي في الجزيره تنقل لنا الاخبار هناك وايه الاجواء. اتفضلي يا مريم مع حضرتك. مساء الخير محمد، مساء الخير احمد، وطبعا بجدد التحيه على مشاهدينا مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا يعني كل الناس مهتمه هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره بالقمه ال 120. عايزه سريعا بس اطلعكم على ابرز المستجدات اللي حصلت النهارده. يمكن احنا متواجدين من 8 الصبح، ولكن مع انخفاض درجات الحراره دلوقتي ومع بدء يعني غروب الشمس بدا زياده توافد الاعضاء امام الشاشه العملاقه اللي هيتم عليها عرض طبعا ماتش القمة في تمام الساعة 9 مساء. ويمكن ناس كتير طبعا أكتر ما شاهدناه أن هم ابتدوا التوافد وهم مرتديين تيشيرت الأهلي أو زي الأهلي طبعا الرسمي. طبعا المطاعم بدأت كمان أن هي يزيد عليها توافد الأعضاء ورواد النادي. يمكن كمان في شكل تنظيمي جدا في استقبال الأعضاء داخل المطاعم أو كمان أمام الشاشة العملاقة علشان تجنبا طبعا لفيروس كورونا زي ما كلنا عارفين، بما ان هي اول مباراه قمه في الدوري بعد توقف 5 أشهر. يمكن كانت دي ابرز الاجواء عندنا هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. عوده الى الاستوديو مره اخرى. بنشكرك يا مريم في الرساله دي، وزي ما احنا شايفين تغطيه كامله من النادي الاهلي من الملعب من كل حته. قناه النادي الاهلي النهارده مش سايباكوا في يوم كامل. ونروح بقى للي ما نقدرش يجي ذكر القمه بدون ان نذكره، الملك المتوج على عرش القمه تاريخيا من المدربين مستر مانويل جوزيه، وتاريخ مواجهات القمه يا اسامه. مواجهات القمه طبعا مستر مانويل جوزيه 20 مواجهه مع نادي الزمالك، قدر يفوز في 14 مواجهه وتعادل مواجهتين وخساره في مواجهتين فقط لا غير. طبعا كان فترة 2003-2004، وكانت أول هزيمة كانت أمام أوتوفيستر 2-1، طبعا عوضها على طول في الدور الثاني ب6-1. جوزيه كان صعب وكان تحضير نفسي على أعلى مستوى، وكان مدرب فعلا يجيد لقاءات القمة. نتمنى إن شاء الله مستر فايلر النهاردة يكون بيتنسم أفكار جوزيه ونشوف مباراة طيبة. ولكن تأثير مستر جوزيه على مدار سنوات ساب أثر نفسي قوي جدا يا أسامة في نفس لاعبي الزمالك وفي عقلياتهم كمان، وقدر يرسخ يعني ضحايا جوزيه كانوا كتير جدا من المدربين 11 مدير وكمان فني. حتى اللي جه بعد كده وهو بيشتغل فني كان عنده رأي مهم جدا يا أسامة. بالتأكيد مستر مانويل جوزيه رسخ عقدة عند لاعبي نادي الزمالك من الجيل الحالي، للدرجة إن لاعبة نادي الزمالك بقت بتنزل مباريات القمة تقريبا شبه يعني النتيجة محسومة لصالح النادي الأهلي. وكان طبعا كابتن أحمد حسام ميدو مدير فني لنادي الزمالك في أحد المناسبات كان له تصريح مهم جدا يوضح لنا بالظبط تأثير مستر مانويل جوزيه. نشوف ميدو. كان برضه ماتش الأهلي في عامل نفسي كبير جدا، زي ما أيام أنتوا بتلعبوا هذا. أنت لقيت اللعيبة بتخاف في الماتش ده؟ طبعا. فعلا؟ طبعا. لعيبة حتى الكبار؟ لا الكبار لا، بس في لعيبة كانت مش خايفة. حتى فيش جمهور وخايفين؟ امال لو كان الجمهور كان عملوا ايه؟ لعيبه في لعيبه حته ان هي في لعيبه بقى لها 6-7 ماتشات ما بتكسبش النادي الاهلي وهو جوه الملعب، النقطه دي نقطه نفسيه مهمه. حاولت معاهم وما فيش ملعب. حاولت كل حاجه، انا جبت لدرجه ان انا جبت شغلت كليب لجوان نادي الزمالك على مر التاريخ وهم نازلين الملعب في التسخين. لا والله كلها بجوانكو، بجوان جمال عبد الحميد، بجوان كل حاجه، وان الزمالك قادر ان هو كل حاجه. في اوضه اللبس، في اوضه اللبس قبل وهم نازلين التسخين قبلها بدقيقه، لدرجه ان في على الاقل 7 أو 8 لعيبه عيطوا وهم نازلين ملعب. لا والله طبعا اللعيبه الزملكاويه يعني. حلو الكلام. وحتى اللي عمله الكابتن احمد حسام ميدو واستعراض تاريخ نادي الزمالك من الاهداف وانجازات نادي الزمالك امام النادي الاهلي لم تشفع او لم يعني ما مشيتش مع لعيبه نادي الزمالك، وبرده كانوا بينزلوا امام مستر مانويل جوزيه يتلقوا الهزيمه ما فيش خالص. وعايزين بقى نتكلم في حاجه، الاعلام نتيجه احيانا تكرار الاكاذيب والمغالطات بيعتقد ان دي حقائق. معانا حقيقه النهارده في فكره ان في تفوق صنع لنادي الزمالك في الفترات الاخيره، وده مش حقيقي اطلاقا. مواجهات
في رئاسة المجلس الحالي اللي بيرأسه الأسطورة والرمز كابتن محمود الخطيب في مواجهة نادي الزمالك بمجلسه الحالي. 7 مواجهات 4 فوز للأهلي، فوز فقط للزمالك وتعادلين. أين التفوق التاريخي؟ وربما بعذرهم لأن ده بالنسبة لهم تفوق تاريخي، لأن احنا شفنا قد إيه التاريخ يا أحمد قاسي جدا عليهم النهاردة وصعب جدا تجاري النادي. هو بالنسبة لي الموضوع ده موضوع عادي جدا ومتقبل جدا وطبيعي جدا، لكن كمان كان في مواجهات 22 مواجهة لرئاسة نادي الزمالك الحالي أمام النادي الأهلي، ما قدرش يحقق فيه فوز لنادي الزمالك غير 3 مواجهات و6 تعادل و13 فوز للنادي الأهلي، تقريبا محافظ على نفس النسق في 7 مباريات يفوز مباراة واحدة، في 22 مباراة يفوز 3. أعتقد كانت رحلة معاكم في التاريخ سريعة، ولكن ركزنا على تفوق النادي الأهلي اللي بنتمنى النهاردة أن القاعدة تظل مستمرة والاستثناء لا يحدث أبدا. نشوفكم على خير قريبا، ويظل النادي الأهلي خط أحمر.